بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا بإذن الله تعالى أول درس من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان. وشيخ الفوزان من المعاصرين المشهود لهم بالعلم والدين والعمل. وهذا الكتاب ألفه الشيخ أو كتبه بعدما شرحه، فقد كان هذا الكتاب في الحقيقة عبارة عن محاضرات يلقيها الشيخ في الإذاعة السعودية كبرنامج فقهي ميسر لجماهير المسلمين. ثم بعد ذلك يعني جمع الكتاب بعد يعني فكرة بعض الناس في أن يجمع الكتاب، فجمع الكتاب بعد ذلك وجعل الكتاب على هذا النحو الذي بين أيدينا. وهو كتاب ملخص كما في الحقيقة سماه، وأجمل فيه في الحقيقة إجمالا طيبا غير مخل. والشيخ يعني حفظه الله تعالى من المدرسة الحنبلية في ترجيحاته أكثر، يعني ترجيحاته تميل إلى المدرسة الحنبلية، لكنه أيضا في بعض الأحوال يعني يخالف في ذلك. والكتاب كما ذكرنا له طريقة ميسرة وسهلة ومجملة تسهل بإذن الله تعالى على كل طالب أن يدرسه. وأكرر أن بعض الإخوة ربما يكون قد درس أو يدرس كتبا أكثر توسعا من هذا الكتاب، أقول له هذه فرصة لك دراسة الكتب الميسرة المختصرة، فإن فيها من الفضل والميزة الكبيرة أنها تثبت عندك المسائل، وكأنك تسأل في دار فتوى وتجيب. عادة المفتي عندما يسأل عن المسألة يجيب إجابة ليست مفصلة، في الغالب ليست مفصلة، فكأن هذا الذي يدرس هذه الكتب وهو على دراية بالمسائل كأنه يدرس طريقة إفتاء، والله أعلم. صح يعني هذا التعبير؟ أي نعم. وبدأ المصنف الكتاب كعادة عموم المصنفين وأئمة أهل العلم قديما وحديثا في أن يبدأوا كتب الفقه بكتاب الطهارة. قال: كتاب الطهارة. قال: باب في أحكام الطهارة والمياه. قال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. طب حد بسرعة كده يفهم إيه المقصود؟ ليه بيتكلم عن الصلاة؟ ده هو هيكلم عن الطهارة. ها؟ أي نعم. قال: وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، أي الصلاة يعني، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء،
أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. طبعا السطر الأخير ده في مسائل فقهية كثيرة خالص، لكن نحن ندرس كتابا ميسرا، ولذا بعض ربما طلبة علم يكون دارس ممكن يوم يشغل باله دلوقتي بالإيه؟ بالتفصيل والخلاف الموجود. أقول لك لا، تعود على أن بعض المسائل تمر بك على ما نقف عليه، ولا تشغل بالك بالتفصيل. أضرب المثال وأنا نعود إليه مرة أخرى. وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم مثلا، هذا يدل على أن الشيخ يرى في هذا الخلاف أنه لا يطهر من النجاسة ولا يرفع الحدث إلا الماء فقط أو التيمم اللي هو البديل. هناك هذه مسألة خلافية عند العلماء في الكتب الموسعة أو في الدراسة الموسعة، هل يكون غير الماء من المائعات رافعا أو مطهرا ونحو ذلك. إحنا الكتاب بتاعنا مش للكلام دوت. نعم، ولذلك أنا أقول لكم هذه فائدة كبرى، إنك تدرس كتاب على هذا النحو أو مجمل حتى ولو كنت دارسا، فهو بيثبت عندك الإيه؟ أعمدة المسائل ورؤوس المسائل. قال: وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها. ما هو ليه بنقدم الطهارة؟ لأنه الطهارة شرط للصلاة. طيب ماشي، طب ما نقدم حاجة تانية من الأبواب الأخرى، لأن الصلاة أعظم ركن من الأركان بعد الشهادتين. قال: ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة، كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. قال: وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، لأن الحدث يمنع الصلاة، يعني عامل زي حفظ يعني. قال: فإذا توضأ انحل القفل. قال: فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. ومعنى الطهارة لغة، أهو من أول هنا بقى هيبدأ الكلام النظر بقى في الكلام عن الطهارة. معنى الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. ومعناها شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس. معنى الطهارة شرعا ارتفاع الحدث، يعني رفع الحدث. والمقصود بالحدث في، طيب أنا مش هسأل اللي عارفين، في حد من الطلبة الجداد مش عارف يعني الحدث؟ في حد من الطلبة الجداد مش عارف يعني ماذا حدث؟ طيب، قال: وارتفاع الحدث. الحدث وصف قائم بالإنسان يمنع من الإيش؟ من الصلاة. وصف قائم بالإنسان يمنع من الصلاة، يعني الحائض بها حدث أو لا؟ أو لا. الجنب، غير المتوضئ، كل دول فيهم وصف يمنع من إيش؟ الصلاة، ولذلك هذا يسمى حدثا. قال: والحدث، قال ارتفاع الحدث، والحدث كذلك أيضا فائدة، منه أكبر ومنه أصغر. أكبر مثل الجنابة الحيض، أصغر مثل غير الوضوء. نعم، قال اللي هو غير متوضئ يعني. قال: وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، لابد من نية، لأن من توضأ بغير نية أو اغتسل بغير نية لا يرفع حدثه. وهذا في تنويه أيضا إلى أن النجاسة يزول حكمها بغير النية، لأنه مش هيقولها لما يجي عند النجاسة. نعم، قال: وارتفاع الحدث، يعني أوضح شوي، لو واحد على بدنه نجاسة، جي واحد وهو نائم أزال هذه النجاسة عنه، يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ يجزئ ذلك، لأنه لا يشترط فيها النية. قال: وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر،
أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر. إيه الأعضاء الأربعة دي؟ اللي هي فرائض الوضوء يعني، اللي هي فرائض الوضوء. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. قال: وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ليطهركم به، يبقى الماء اللي يطهركم باسمه ايه؟ طهورة، اللي هو في الآية السابقة، في الآية السابقة. قال: والطهور هو الطاهر، والطهور هو الطاهر في ذي ذاته، المطهر لغيره، هو الباقي على خلقته. يعني الماء الطهور، كلمة الطهور يقصد بها الماء الطهور. إيه هو الماء الطهور؟ قال: هو الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، زي ماء المطر، زي ماء الحنفية وماء البير. نعم. قال: هو الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته. يعني ما هو الماء الطهور؟ الباقي على أصل خلقته. يعني إيه الباقي على أصل خلقته؟ ها؟ كما خلقه الله سبحانه وتعالى، لم تتغير صفة من أوصاف، إذا هو نفس الأوصاف بتاعت الماء التي خلقها الله تعالى. قال: هو الباقي على خلقته. طيب اللي غير باقي على خلقته تغير وصفه اسمه طهور؟ لا، هيتسمى بقى حاجة تانية، لكن ما يبقاش، مش لا يسمى طهورا. نعم. قال: أي صفته التي خلق عليها، سواء كان نزلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد، ذوب الثلج والبرد اللي هو الرذاذ أو التلج اللي نازل يعني، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا، فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة. دي مسألة فقهية برضو فيها تفاصيل كده، أما نيجي عندنا بنفصل. قال: فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به. الماء الطهور لو تغير بنجاسة، تغير ها، يبقى اسمه طهور. ولو تغير بنجاسة يبقى ما اسموش طهور ابتداء، وممكن يبقى بعد كده اسمه ماء ايش؟ نجس، او يبقى اسمه نجس. نعم. قال: من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر، شيء طاهر لم يغلب عليه، شيء طاهر لم يغلب. يعني مثال العصير طاهر ولا نجس ولا طهور؟ العصير طاهر ولا طهور ولا نجس؟ طاهر. لو وقع شوية عصير في جرد المية غلب عليه؟ ماشي كده، يبقى اسمه غلب عليه يعني؟ ما غلبش عليه، يبقى غيره؟ لم يغيره. إذا لم يغيره فهو طهور. طب لو غلب عليه؟ طاهر، حوله لطاهر. يعني لو مثلا وضعنا مثلا يعني لتران من العصير على لتر ماء، ها؟ طهور، طاهر، نجس، طاهر. نعم. قال: فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، لم يغلب عليه. حطينا لتر مية، لتر عصير على 100 لتر مية، مش هيغيره. قال: وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به. نعم. قال شيخ الإسلام، هو هيقول كلام يعني من كلام أهل العلم في المسألة. قال: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، الأشياء الطاهرة يعني مية كتير أو مية قليلة، المهم ما يغلبش عليه، هذه هي القاعدة، ألا يغلب عليه. قال: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير
بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين. الأشنان والسدر والخطمي نباتات كان العرب يستعملونها بطريقة تشبه في زماننا ما يسمى بالليفة. تعرفون الليفة؟ هذه التي يغسل بها الآنية ويدلك بها الآنية مع الصابون. النساء تغسل بها الآنية مع الصابون. هذه أشياء أشبه بذلك. تعرفون النخل؟ النخل في النخل أشياء تنزل كالشعر هكذا. هذا الأشنان كانوا يأخذونه ويجعلونه إيش؟ يغسلون به الآنية. يغسلون به الآنية. فكان أحيانا يبقى في الآنية أشياء منه. قال: وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي أو وضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء. فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. ده الشيخ الإسلام بيقول كده يعني. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به. نعم، المقصود بهذا الكلام ماذا؟ أنه وقع في الماء طاهر لكنه لم يغلب عليه، لم يغلب عليه. قال: وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، سماه الله ماء وأطلق. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال: وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. فإيه اللي يحصل؟ تعم. قال: فيعم كل ما هو ماء، كل ماء، كل ماء. أي نعم. طب هو كم ماء احنا عندنا؟ اثنين، ثلاثة، 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 أربعة، واحد، وهو الصحيح. ليس عندنا إلا ماء واحد، فيش حاجة تسمى ماء إلا هو الماء الطهور. علشان كده بعض العلماء، أنتم معذورين لأن بعض الفقهاء كانوا يسمي ماء طاهر وماء طهور. بعض العلماء يعني استدرك هذه المسألة، فلذلك لما يصنف يوم زي الشيخ الحفوزاني هنا يكتب يقول: الطهور طاهر، تحفظا على أنه ما يسميش الطاهر إيش؟ ماء، ما يسموش ماء طاهر. لا، كلمة ماء دي بتطلق على ما كان على أصل خلقته، أما غيره بقى يسمى باسمه. الطاهر ده اسمه إيش؟ عصير مثلا، حساء، حساء ده عشان لو عندنا احنا في العامية يسمونها الشوربة مثلا، وهكذا يسمى بإيش؟ باسمه عند ذلك. نعم. قال: ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع، فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه اللي هو باب التيمم. نعم. وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، مع وجود الماء يعني، فإن عدمه فبدله، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، الإيمان يعني، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث
والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الشجر أو الصابون أو الأشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب على ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. وسبق هذه المسألة، ودي لفتة كده، يعني أنه عادة الكتب المصنفة على التفريغ أنك ربما تجد مثل هذه الأحوال، أنه ممكن المسألة إيش تأتي في الكلام مرة أخرى، غير الكتاب اللي صاحبه بيقعد يعمل إيش، صاحبه يجلس ويصنف تصنيف الكتاب. نعم. قال: فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته أو خالطه مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. لم تسلبه اسمه، يعني لم تسلبه اسم إيش؟ الماء. لم تسلبه اسم الماء، يعني تشوف أنت تقول ماء. طيب لو أنك رأيت مادة عبارة عن لترين من العصير على لتر ماء، ماذا ستقول عندما تراها؟ عصير، أليس كذلك؟ أي نعم. إذن سلبه هذا الطهورية. وأما إذا لم يكن قلت ماء، إذن هذا لم يسلب الطهورية. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. النجاسة اللي هي بتعبيرات بعض الكتب الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، اللي هو النجس، يعني اللي هو بتعبير بعض الفقهاء أحيانا يسمونه الماء النجس، يعني غلبت عليه النجاسة فغيرته فحولته عن الطهورية. هذا لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. طيب الطاهر هل يرفع الحدث؟ لا. هل يزيل الخبث؟ خلاف بين العلماء، الراجح أن بعض الطاهر يزيل الخبث، بعض الطاهر يزيل الخبث على الراجح، ولا سيما في عصرنا هذا، فهناك بعض الطاهرات تزيل الخبث. الكلور، تعرفون الكلور، مادة التي تمسح وتغسل ونحو ذلك، هذا ليس ماء ولكنه يرفع النجاسة، يرفع النجاسة، يزيل النجاسة، يزيل النجاسة. وأنواع أخرى من هذا القبيل، هناك أنواع من السوائل أيضا هي ليست ماء وليست نجسة، وإنما هي من جنس الطاهر، هذه تزيل الخبث، تزيل الخبث، تزيل الخبث على الراجح. لأن هناك في تفاصيل كلام العلماء من يقول أنه لا يزيل الخبث إلا الماء فقط لا غير. الراجح أن الخبث يجوز إزالته بالمائعات الأخرى التي تزيل، المائعات الأخرى التي تزيل. وهناك خلاف أيضا، أيضا أذكر كفائدة في الجفاف والشمس ونحو ذلك، الراجح أيضا أنها تزيل إن كان لا عين له وإنما هو رطوبة، إنما الذي له عين لا بد من الإزالة العينية الحسية. إذا كانت النجاسة لها عين، يعني مثلا نجاسة طفل تبرز على الأرض، لابد من إزالة هذا العين، لابد من إزالة هذه العين. لكن لو أنها رطبة سائل، يعني هل يزال أو هل تزول النجاسة بالجفوف؟ بالجفوف هذه مسألة خلافية اللي تعلموا، يعني مسألة خلافية، وأكثر علماء على أنها لا، الراجح أنها تزول بالجفوف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يا رسول الله
إحدانا تجر ثوبها فيأخذ من الأرض من نجاسات الأرض ونحو ذلك. قال يطهره ما بعده، بعده يعني التراب الجف هذا، الجفوف هذا يجعله يطهر بذلك. قال باب في أحكام الآنية وثياب الكفار، أي هذا الباب يتعلق بالكلام عن الأحكام المتعلقة بالآنية استعمالا واتخاذا وتملكا ونحو ذلك، وثياب الكفار أيضا استعمالا واتخاذا ونحو ذلك كما سيأتي، وكذلك آنية الكفار. قال الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، يعني معروف الآنية ما يحفظ فيها الماء ويحفظ فيها الطعام ونحو ذلك. قال سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، هذه الآنية التي نستعملها في بيوتنا وفي حياتنا في الغالب. قال والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، وهما إناء الذهب والفضة، أي آنية الذهب وآنية الفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، أي يعني أو أي إناء ليس من الذهب وليس من الفضة لكن فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة. قال طلاء أو تمويها، طلاء يعني ممكن يكون دهان فقط مدهون بالذهب مدهون بالفضة مثلا، أو تمويها يعني مزين مثلا بالذهب أو الفضة. قال أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، يعني ممكن يجعل الذهب والفضة في الإناء على أي صورة من الصور، كما يتخذ بعض الناس الملاعق مثلا من الذهب أو من الفضة. وعلى فكرة يدخل في أحكام هذه الأحكام، وإن كان محل خلاف لكن في الحقيقة هذا الأقرب والله أعلم، يعني الميداليات الفضة والنظارة الفضة إن لم تكن يعني لضرورة ونحو ذلك، ميدالية الفضة والقلم الفضة ونحو ذلك فضلا عن الذهب. قال ما عدا الضبة، الإخوة العجم يعرفون ما معنى ميدالية؟ لا تعرفون؟ أنا أقصد بالميدالية علاقة المفاتيح، علاقة المفاتيح. هنا أشياء تبقى هنا في من معه ميدالية مثلا، هذه تسمى ميدالية، هذا اللي نقصد يعني ميدالية، هذه أشياء مثل هذه يعني تركب فيها المفاتيح. فالراجح أنها إن كانت من فضة فهي داخلة في النهي أيضا. قال ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، الصحاف يعني الأطباق، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. كفى ترهيب في الحقيقة هذا الحديث، اللي يأكل في الدنيا فيها لن يأكل فيها في الآخرة، وهذه آنية من في الآخرة؟ آنية أهل الجنة. قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم. قال وقوله لهم ليس من باب الإقرار لهم، وإنما لهم من باب أنهم أخذوا ذلك أو فعلوا ذلك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، واتخذوها تحريم، واتخذوها برغم تحريمها، فهي وإن كانوا قد أخذوها في الدنيا فلن يأخذوها في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية بسبب الشرب في آنية الفضة، أكواب الفضة، أطباق الفضة ونحو ذلك. الحقيقة أنه النهي له حكمة، له حكمة، وهي مراعاة مشاعر الفقراء، مش مراعاة مشاعر الفقراء،
فالفقير إذا رأى الغني يأكل في الذهب ويشرب في الفضة ونحو ذلك، هذا يحزنه يؤلمه، ولربما لم يجد هو الطعام. قال: والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا. هو بيشير إلى خلاف فقهي، وهو أن بعض العلماء يرى الكراهة فقط في المموه بالذهب والفضة. قال: ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق. الضبة يعني ما كان لأجل صيانة الإناء ضرورة، ما كان لأجل صيانة الإناء ضرورة. وقد جاء في الحديث: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب يعني الكسر، الشرخ اللي بيحصل في الإناء يوم يحدث شعب اللي هو الشرخ يعني. قال: فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، كنوع من الربط يعني الإناء. إن كان الإناء لا يصلح إلا بذلك جاز. نعم. قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. جميع أنواع الاستعمال، انتبهوا كلام النووي رحمه الله. قال: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب إجماعا أو بالإجماع. البعض يعني بيعترض على الساعة الفضة، أما يعني بيقال أن الساعة الفضة تدخل في ذلك، أو القلم الفضة، أو النظارة الفضة، أو الميدالية الفضة، أو نحو ذلك. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث. الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. النساء أبيح لهم صورة، وهي صورة التزين، صورة التزين بالذهب. نعم. والرجال أبيح لهم فيما هو يشبه يعني أو يكون في مثل مسألة الخاتم. أين نعم. لا، هذا على الغالب لحاجتهن إلى التزين للزوج على الغالب، لكن لا مانع أن المرأة أحيانا تتزين لأجل أن يرى الناس منها نساء إخواتها وقرابتها ونحو ذلك. وأغلب النساء الآن تتزين للناس ولا تتزين للأزواج، نسأل الله العفو والعافية. قال: وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. هذه مسألة أيضا. تباح آنية الكفار، آنية الكفار التي كانوا يستعملونها، أطباق، حلل، غير نحو ذلك، تباح، لأن نجاسة الكافر على الصحيح نجاسة معنوية، ليس كما هو على قول المالكية أو مشهور عند المالكية أنها نجاسة أيضا حسية. لا، الراجح أنها أو الصحيح أنها نجاسة معنوية، يعني نجاسة الاعتقاد. أين؟ قال: وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. كذلك زجاجات الخمر ونحو ذلك أيضا تطهر وتستعمل، لكن تترك من باب اشتباه الأمر، خشية اشتباه الأمر. إذا دخل الناس عندك وزادوا عندك زجاجات خمر تشرب منها، فربما يشتبه الأمر على الناس. قال: جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، وقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز هو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض، يعني الملح، وقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم
دباغ الأديم طهوره، يعني الدبغ يطهره، الأديم يعني الجلود يعني. قال جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، لأن جلود الميتة قبل الدبغ نجسة، قبل الدبغ نجسة، وتطهر بالدباغ على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض، وقد مر بهم وهم يلقون بشاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها، يعني لماذا لا تأخذون الجلد وتنتفعون به، قالوا إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض. قال وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، الثياب بتاعت الكفار في الحرب في غير الحرب يجوز لبسها أو لبسها يجوز، حتى وإن استعملها الكافر قبل لحظة لا حرج، إنما لو أن الإنسان غسلها من باب التقذر فهذا أفضل طبعا، هذا أفضل. نعم. قال فلا تزول بالشك، ويباح يعني الطهارة لا تزول بالشك، يعني الأصل فيها الطهارة، أصل في الثوب أنه طاهر، لا يزول بالشك، يقصد أو يشير إلى ماذا، قول البعض ربما شكا لعله بها نجس سواء مني أو غيره، فإن لم يجد ذلك عينا ويقينا فلا يزول اليقين بالإيه؟ بالشك، الأصل أن هي طاهرة لا يزول اليقين بالشك. قال ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، يعني اللي بيصنعوه الكفار بأيديهم غزل، يعني لا حرج ولا بأس في ذلك، وصبغوه. ما معنى ثلمة الضبة؟ الثلمة يعني الكسر، الكسر. نعم. هل يجوز شراء سيارة ويكون السداد للبنك الذي سيتقاضى فائدة في السنة الثانية والثالثة لأن أقساطها على 3 سنوات، فيعطي عن الفائدة فيعفى من الفائدة في السنة الأولى؟ هذا ربا، هذا ربا، سواء كانت الفائدة في السنة العشرة السنة الخامسة هذا ربا، لكني أخشى أن يكون صاحب السؤال يعني ربما التوضيح للمسألة غير جيد. أحيانا بعض الناس يسمي البيع بالتقسيط، الزيادة على البيع بالتقسيط يسميها فائدة من باب الفهم أنها فائدة ربوية يعني أو أنه ربا. لو كان البيع بالتقسيط وصاحب أو البائع يأخذ زيادة على السعر المعتاد منجزا اللي هو الفوري يعني هذا جائز، هذا جائز، يعني هذا الكتاب يباع ب10 أو ب10 جنيهات مثلا منجزا يعني فوري، فمن أراد أن يشتريه مقسطا فصاحب الكتاب يبيعه ب15 مثلا لا حرج في ذلك، وهذا بيع وليس قرض، هذا بيع وليس قرضا. لكن الذي فيه الحرج هو أن يبيع بيعتين في بيعة، يقول هذا الكتاب كذا بكذا ب10 وب15 تقسيط، فيأخذه من يأخذه من غير أن يحدد، يقول له أنا سآخذ الكتاب ثم بعد ذلك أرد عليك أو أتفق معك أو نحو ذلك، أو يأخذه مثلا مقسطا 15 ثم بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك يقول له طب أنا لو أعطيتك العشرة كاملة، أعطيك العشرة كاملة أريد أن أجعله، أريد أن أجعله منجزا، هذا لا يجوز، هذه بيعتين في بيعة. لماذا؟ لأنه باع بيعة في المرة الأولى ويبيع بيعة في المرة الثانية في نفس البيعة. لكن يجوز هذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها أنا، يجوز أن تكون من صاحب السلعة، صاحب السلعة يجوز أن تكون منه، مثاله باعه هذا الكتاب مقسطا 15
وكان منجزا بعشرة. فأثناء الدفع والتقسيط قال صاحب السلعة للمشتري: إن أعطيتني عشرا منجزة تجاوزت عن الباقي المقسط. جاز هذا. لمن؟ لأن من الذي عرض ذلك؟ صاحب الحق. وصاحب الحق تنازل عن شيئا من حقه أو عن شيء من حقه، لكن أما المشتري فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة: إن عجز عن السداد وتجاوز الميعاد. يعني عجز عن السداد والميعاد عدى وتجاوز الميعاد، فيجوز له أن يأتي إلى صاحب السلعة البائع يعني ويقول له: تجاوز عني، تجاوز عن شيء من فيما أنت لك علي، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع الغرماء بعد موت عبد الله بن حرام، فإنه شفع عند النبي أو كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الغرماء، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فرضي بعضهم ولم يرضى البعض الآخر، فدل ذلك على الجواز بهذه الصورة، وهي أن يكون ذلك بعد الأجل، انتهى الأجل وعجز عن السداد. لكن لو أن إنسانا تعمد عدم السداد حتى ينتهي الأجل، مسألة فقهية عند واحد سيء للقلب، تعمد عدم سداد القيمة حتى ينتهي الأجل ثم قال له: أعطيك كذا وتتجاوز عن الباقي، هذا ربا وأكل مال بالباطل. لماذا؟ لأنه فعل ذلك تحايلا، فعل ذلك تحايلا. نعم. هل العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ مثال: المسلم سأل ميتا أو طاف بقبره، هل يكفر بمجرد فعله ذلك؟ لا طبعا، لا يكفر حتى ولو كان في بلاد الإسلام التي تشبه بلادنا أو بلاد حتى السعودية. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يزال كثير من المسلمين يجهلها، لا يزال كثير من المسلمين يجهلها، فيقال هذا كفر لكن يعلم هذه المسألة. فأقول أنه لا يكفر مجرد أن يفعل الفعل، وكذلك العذر بالجهل. نعم، هناك مسائل لا يعذر فيها الناس بالجهل، لكن هذه المسائل تتفاوت وتختلف باختلاف الزمان والمكان وظروف الإنسان نفسه. قد تجد إنسانا يفعل الكفر مكرها وأنت لا تدري، فلابد أن تنظر هل هو مكره أم لا. قد تجد إنسانا يفعل الكفر وهو يجهل، فلابد أن تنظر هل هو جاهل أم لا. قد تجد إنسانا يفعل الكفر وهو لا يعلم أن هذا كفر أصلا، هو عالم بالشرع وفاهم وكل حاجة بس مش عارف أن المسألة دي نفسها كفر ونحو ذلك. ولذلك المسائل التي ليس فيها عذر بالجهل لا نستطيع حصرها. البعض بيظن أنك تستطيع حصر المسائل التي ليس فيها عذر بالإيه؟ بالجهل. لا، هذا يختلف باختلاف المكان. في المملكة السعودية من يسب دين الله علانية مثلا هذا كافر بالله قولا واحدا. أنا عندي هنا في مصر اللي يسب دين الله سبحانه وتعالى كافر ولا يعذر بالجهل. أنا شخصيا أخذ بهذا القول، اللي يسب الدين كافر مرتد ولا يعذر بالجهل. وأنا أقول الدليل على هذه المسألة ماذا؟ إنه من يسب دين الله هنا في مصر يقصد الدين، يقصد الملة، يقصد الشرع، بدليل أن كثير منهم بعد ما يسب الدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ مش كده؟ يقول له استغفر الله العظيم يا رب، يعني عارف أنه عمل ذنب. وكثير منهم يقول كلمة تانية تبين بقى أكتر، يقول له كفرتني، مش كده؟ فلذلك فهذا في الحق عارف أنه ده كفر، حتى العيال الفجرة اللي بيسبوا الدين بره في الشوارع دول عارفين أن ده كفر. ولذلك من سب دين الله هذا مرتد ولا يعذر بالجهل. هذه مسألة. طيب
لو انت بقى رحت مثلا بلاد مثلا زي بلاد مثلا ايه اسيا كده فوق، قد تجد مثل ذلك لكنه جاهل. قد تجد من يزني ويصلي جاهل ولا يعرف، وهكذا. حكم الماء المعطن داخل مواسير المياه حيث يكون له طعم ورائحة في الطهارة. لا، هذا الماء ماء طهور أيضا. لماذا؟ لأنها لم تغلب عليه الإيش؟ هذه العطانة لم تغلب عليه. حكم ما أنت لو نظرت في ماء الترع والأنهار ستجد يخالطه نجاسات ويخالطه أشياء كثيرة جدا، لكنها لم تغلب عليه. حكم صرف المرتب من البنك عن طريق الفيزا كارد حيث قام صاحب الشركة بتحويل مرتبات العاملين بالمنشأ إلى صرفها عن طريق البنوك. لا بأس عليك، اذهب وخذه من البنك، لا بأس عليك. هو الذي سيحاسب على ذلك إن كان له غرض ربوي. أما لو كان هو من باب الخوف، في بعض الناس من باب الخوف، ونعذره أصحاب الشركات يعني من باب الخوف، لأن الأمن في الحقيقة المرحلة هذه فيه نوع من الانفلات. فبعض اللصوص بيدخل الشركات يسرق الخزائن ويضرب الصرافين ويأخذ الأموال، فهو يصرفه عن طريق البنك أمنة له يعني. خلاص ما فيش حرج، لو هو من هذا الباب فيش مانع، لكن لو أنه تعامل مع بنك إسلامي أفضل. السجدة الثانية الركعة الأولى سجد كثير من الإخوة قبل الإمام لأنهم سمعوا تكبير الأخ الذي يردد، فظنوا أن أي خطأ حصل أثناء الصلاة من المأموم وهو مع الإمام يجبره الإمام، يجبره الإمام، الإمام يتحمل عن المأموم كل ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.